النهاردة احنا في سمنود، مدينة مهمة في الغربية. حابين نقعد مع اهالي سمنود، نعرف ايه شكواهم، ايه مقترحاتهم، ايه الاحلام اللي بيحلموا بيها، محتاجين ايه. انا هبقى موجود ومعايا المساعدين بتوعي، هيسجلوا كل حاجة هيقولوها، هنتناقش، هنوضح لبعض الحاجات اللي احنا فاهمينها. انا مواطنة سمنودية، وكمان المشاكل اللي عرضها النائب احمد قناوي لينا النهاردة واتاح لنا الفرصة ان احنا نقدمها، احنا والمجموعة اللي كانت موجودة والناس اللي كانت موجودة طرحت كل المشاكل. كل محافظة رؤساء الأحزاب فيها يقعدوا مع بعض ويدوروا على مشاكل العامة اللي تهم المحافظة ككل، ويبعتوها تتحل عن طريق الحكومة فوق. حضرنا الندوة دي النهاردة بغرض ان احنا لأول مرة بنسمع حد بيسمعنا فعليا، مش بس احنا بنكلم بعضنا، احنا بنوصل صوتنا للجهات العليا. شرف ليا ان انا اول مرة احضر حاجة زي كده واتفاعل مع الشباب، وحاسس ان الدولة مهتمية فعلا انها تسمع اراء الشباب، فده كانت مشاركة فعالة. واشكر جدا النائب احمد قناوي ان هو شارك الشباب في وحاول يوصل صوتنا لحاجة زي كده، فانا احب اشكره جدا. فنحو ابناء مصر الجديدة ان شاء الله.